شنو رايك في الاسعار بعد رمضان؟ هاني قلنا الاسعار في رمضان مولو مولو، مره طالعه مره هابط. الفلفل غالي، انت شنو نقول لك، فقوس غالي، توا شويه طاح نسبه مئويه، ان شاء الله تقعد هكا مناسبه توا. اي تنجم تقول، اي تنجم تنجم تنجم، واحد ينجم ينجم يريقل اموره، ما فما شيء. برشا حاجات كانت طالعه ياسر طاحت شويه، فهمني؟ ابقى فهمتي، فما اللحم هو اللي ما يتقربش 42 دينار. الدجاج اخويا وعفناه، عادش كل مره هو يشري، هذيك هي معناها شنو. بعد ما الدنيا بالعه تو، اسعار طايحه والدنيا باهي. يا ري ري ري، الاسعار طايحه والدنيا بالعه. طيب فما فارق في الاسواق، فرق بين تو رمضان وفرق بين مش تو بعد رمضان. هي من بعد رمضان بعيد ياسر، تو ما ثماش، تو عباد خارجه من رمضان ما عندهاش فلوس، عباد تبريد. وقبل الناس كيفاش؟ رمضان بعيد على تو عاد. يا رمضان العباد هكا ديما، يا العباد عندها الفلوس وتتحرك، تو ما ثماش فلوس، تو الجمله. يعني تو برغم انه الاسعار نقصت لكن ما فماش ما فماش بيع، ما فماش. وقت في رمضان كانت الاسواق معناها غاليه، كانت الدنيا غاليه، وكانت الخدمه وكانت لاباس، وكانت العباد كلها شيخه، وكانت كل يا اخوي ربي يحسن لطفك، او ربي جاي ربي زرع اصلاح، كل شيء توريته راهو كل شيء مكدس، شوف كل شيء مكدس، الدنيا كلها مكدسه، شوف مشي هاي كفايه، فارغه البلاد، فارغه البلاد، هاك بلاد فارغه هاك، شوف بلاد فارغه. على الأسوام الخضراء، شنو هي أكثر حاجة رخصت؟ والله كلها رخصت. الفلفل روى روى من 5000 تو صباح روى ب 2000 فرنك، الطماطم راهي ب 2500، روى البطاطا ب 1500، البصل ب 1600، خيسر خيسر. تعرف شنو الغالي؟ كان القارص شوي شوي. القارص القارص شوية تو روى ب 8000. قداش السوم؟ 8000؟ 8000 قارص، 8000 8000. يا الشعب مطبط. أما فهمتي راهو السيد الرئيس حاطي لي عصا في العجلة. ولا حتى لي عصاب العجله بالحق، راه حتى لي عصاب العجله يا اخي، تريت كيفاش؟ يا تو البنانه مساعده ب 5000، فهمتي ولا؟ ب 5000 يباعوا فيه ب 9000، ريتي ولا 9000؟ حتى لي عصاب العجله. مرحبا بك. سيدي بيك اكثر. لاباس؟ الحمد لله، والله ديما لاباس والحمد لله. تو شوف في رمضان هذيك ربي عنده كل خير. معناتها كل واحد وربي يعطيه قسمه. ثم الغلاء، ثم علفة غالية، ثم كذا، أما تسيه مشي على روحه رمضان تو جديد. تو اللي جايين فيه جديد. سلام. تو ريته جديد. تو ظروف تو الناس كلها قد قد. تو ظروف حتى ظروف مادية الناس كلها تلقى سيئة نظيفة ما عادش. أما هوك شنو ربك سبحانه عنده كل خير. الحمد لله. علاش يخدم 38 39 37؟ نقص معناها على رمضان؟ ينقص شويه على رمضان، خاطر الناس ما عنديش هي ناس اللي عنده في رمضان صرف ما عادش. توا زهر عادي معناتها يخدم هكا شويه شويه الناس كل شويه شويه حتى اللي عمل لها دليل يجي العيد الكبير. هبب توا مستنيه العيد الكبير شنو اللي باش يصير؟ توا ثم العلوش جديد اللي باش يجي، علوش جديد. أما ديما لاباس ديما الحمد لله. توا صاحبي من غاديك يغزل لي، يقول لي توا يغزل لي هذاك باش يخلي لي كهربته، كهربته من هنا باش لباريس، باش يخليها لي باش يعملها بزي. أما شوف نقول لك حاجة بنتي، اللي يعمل ربي ديما مليح. راه وليت في رمضان نوع، بعد رمضان تلقى النوع بالطبيعة، واش الناس تصرف، هي عيد سيدي سمعت مربوط ببعضه، لحم خضرة غلة وهيت. بعد العيد تقص الدنيا، تقص شوي. تركح الدنيا شوي ما عادش كل قدير وقدر يولي، فهمت؟ حتى كيس الزهر كل خضار كل عطار تولي كلها ريم مربوطه ببعض. اول حاجه شتيك تشوف فيها شتيها ما ثماش،
خدمه مربوطه ديني بشتي. لو انت تحب تشتي انا نحب تشتي اي انسان يحب تشتي. اما ريت كخدمه لاباس الحمد لله. جيت لسوي من مرقيز. مرقيز هو هو السوم عادي 15000. هو ما زاد حتى شيء. معناتها ريت توا الدجاج هاك شوف فيه ولا بتسعليه في ذول الدجاج، الدجاج زاد شوي خاطر قلت تعرف عارفه ما ثماش كلهم مربوطين بوحدهم بنتي راهو وش نحكي لك راني نحكي لك بالواقع اللي عايشين في تونس راهو كله مربوط ببعض. فهمتني بنتي كله راهو مربوط ببعض. نعطيك انا حاجه انت ديما راهو اللي يعمل ربي ديما مليح والله العظيم ولا سبتي اللي يعمل ربي ديما مليح. والله ما تنجم تقول ما تبدل حتى شيء اختي معناها بريسك نفس الاسوام معناها. اول حاجه كعبت الغله ما فماش توا فهمتي هذا تبديل سيزون ما تلقاش ما فما حتى شيء يقعد معناها نتاع شهرين اخرين حتى تطيح كعبت الغله جويد. كان قوارص توا كيما ولا كيما عقابه معناها تلقاها غالي فهمتني. وبنان شنو هو بنان تاع شويه هكا هو من 10000 هكا ولا ب 7 5 ب 8000 فهمتني. جينا ما لقيناش عندك بنان ما فماش وقتها نجيبو موجود وفي نجيب فيه بالسرقه وقتها معناها باش نجم نخدم على روحي. ما قديش توا ب 5000 البنان؟ ايه يخدم توا 8000؟ اي ب 8000 ب 5000 نخدم ب 10000 قطع 5000 نتاع مصر هذاك يحكي نتاع مصر ماهوش باهي ما يمشيش فهمتني. وجبنا منه لنا وما تبعلناش فهمتني. هذا نتاع الاكوادور نتاع فهمتني نتاع لقيت الفريز تو لقيت الفريز والفريز تو باهي رخيص هاكا معناها ب 2000 رطايل ب 1500 يوصل ب 2500 معناها فهمتني موجود معناها ما يفوتش 5000 الفريز. نسبة إقبال باهية ولا الفريز إقبال والله الناس الكل محتحت وقت تعرف رمضان وزيد وقتهم عيد وفهمتني وياد وهذاك هو معناها باش يصور التونسي هو معناها الطايح مرفوع يجي آخر شهر عقب شهر ما يلقى حتى شيء ما يلقى روحه ممكن مسال ممكن كذا. الناس الكل راهو الناس الكل معناها موش خضارة برك ولا عطار وإلا ززار وإلا الناس الكل معناها الكل معناها حليلها ربي وكا هو ما الكوتة نتاعنا طايحة في البلاد احنا العملة نتاعنا طايحة والواحد نشريو بالغلا ونجيبو في حاجات من برا بالغلا والتكاليف نتاع الفلاحة ونتاع الواحد هاك الزادة غالية فهمتني باش تلقى الغلا فهمتني. واحنا فلوسنا طايحة علاش احنا توا معناها شوينا الغلا خاطر فلوسنا طايحة فهمتني ما طلعتش فلوسنا كنت تطلع فلوسنا شوية توا حتى فهمتني المواطن يحس روحه تفرهد شوية فهمتني. يلزمنا ننتجوا زادة أختي في الميادين الكل فهمتني يلزمنا نتحركوا على رواحنا باش ما نحسوش احنا بالغلاء وما نحسوش معناها بضيق في العيشة فهمتني. واحد يلزمنا نتحركوا كل واحد من موقعه يلزم يساهم باش حتى ما نعرفش أنا حتى كي تبدا متعدي تلقى تعرف كيف تهزوا وتحطوا وتبعدوا على شيرة فهمتني تحطوا في موبايل صغيره والحاجه راك ساهمت راك معنى عملت حاجه معناها اللي انت من موقعك ساهمت بها كل واحد فينا يساهم بالمعنى يلزمنا كيكه فهمتني. هذا هو الغلاء وهذا واقع ما نجموش نهربوا منه اختي.